بثانية واحدة عنكبوت واحد يمكن أن يصبح 100. تعيش العناكب بداخلنا وتختبئ في أكثر الأماكن غير المتوقعة، ويمكنها حتى أن تأكل حيوانا صغيرا. سأريك اليوم أكثر لحظات العناكب رعبا التي ستشعرك بعدم الارتياح. إن كنت تخاف من العناكب فلا تشاهد هذا الفيديو، سيكون مخيفا جدا. مفاجأة. أين يمكن أن تختبئ العناكب؟ في جحورها؟ في زوايا الغرف المظلمة؟ في السقف؟ في الجدران؟ أم في آذان الإنسان؟ حسنا، لقد سمعتني بشكل جيد. انظروا، إنه منظر مقزز، أليس كذلك؟ لا تعتقد هذا الأمر نادر. العناكب في الأذنين شائع جدا. مثلا في عام 2019 في فيتنام، استخرج الأطباء عنكبوتا حيا من أذن مريضة. كانت المرأة تشكو من ألم في الأذن، وأظهر المنظار أن دخيلا هو السبب. حدث شيء مشابه في 2020، انتشل الأطباء في مقاطعة سيتشوان الصينية عنكبوتا من أذن متقاعدة، حتى أنه نسج شبكة في أذنها. هذا مخيف حقا. حائط. ربما تكون مقتنعا بعدم وجود عناكب في منزلك. حسنا، ألقي نظرة سريعة. تراجع المصور ببطء وقام بتصوير جدار به عشرات العناكب، يبدو مقرفا جدا. بعد ذلك يلقي المصور شيئا على الحائط وتتناثر العناكب على الفور تاركة جدارا فارغا. لن تصدق أنه كان هناك غزو من العناكب منذ قليل. من يدري، ربما أثناء عدم وجودك في المنزل لديك مجموعة من العناكب الكبيرة تتجول. هذا جدار آخر لكن بالخارج. ما تراه في اللقطات الأولى ليس حيوانا عالقا في حفرة، إنه عش عنكبوت ضخم، لكن المصور لم يعرف ذلك. في محاولة لمعرفة ما هو، لمس المصور شيئا رقيقا بعصا، وفجأة خرج مئات من العناكب منه. وفي ثوان انتشرت العناكب في اتجاهات مختلفة. قام المصور بتصوير فيديو غريب يستحق أن يكون في فيلم رعب. قتال مع عملاق. تخيل أنك عدت إلى المنزل متعبا بعد العمل وذهبت إلى المطبخ لترى هذا. أنا متأكد من أن التعب سيطير منك. وحش طويل الساقين في المطبخ. ما المخيف والمثير للإشمئزاز أكثر من ذلك؟ عليك أن تتخلص منه. هذا بالضبط ما فعله هذا الرجل. في الحقيقة العنكبوت لم يدخل منزله، لكن دخل منزل صديقه. لا يهم، قرر مسلم